الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نبدأ الفيديو الثالث تاع لاغوت دو لا غلاسيير. قبل ما ندخلوا في السكان الجدد اليوم بغي نحكوا على تاريخ البلاصة هذه فقط، من عند حوش الهولية حتى الحوش شق حوش عمي بالحاج الله يرحمه ويوسع عليه قريب الحزيان. هذه كلها كانت بكري تاع اللوشة. اللوشة هذه هي اخت كبوط. كبوط من بعد ما هضروا يا خالتي كاين زوج كبوط، كاين الصغير وكاين الكبير. الصغير زايد في 1896 وكبير زايد في 1846 نظن، من بعد نتاكدوا عليه. المهم نرجعوا للوشة. هذه البلاصه تاع اللوشة كانت فيها براريك، وبرايك هذوك كانت تكريهم للناس اللي يجوا هنايا. وللوشة قبل ما تموت وكي جا هي للوشة اخت كبوط والعائله فاميليا كذلك تاع السي علي الله يرحمه ويوسع عليه محمد فغول، كي بغات تروح كتبت لها عطاتها كوغات تاع البلاصه لان هذيك كانت شريتها سيرمون، لان كي نجمت هي كي تروح كتبت لها وعندها حتى الكوغات انت واحد. شكون اللي ينسى صورو وينسى حومتو القديمه، ما ينساهاش القبر. هنا بكري كان يسكن مالاغنان. مالاغنان اللي هو نكوتهم مالاغنان هو منصور، كان يبيع لنا الحليب. اللي عنده ولده بن حكير، عنده عبد الله، عنده حميده اللي هو كان في الامن العسكري ومات الله يرحمه، كاين الاخضر وكاين زو الشيرات. الحيين الله يطول في اعمارهم والموتى الله يرحمهم. من بعد بقاه واحد الحوش هذا، ذاك الواحد ما قعدش فيه بزاف، وعاود بقاه يحيى. يحيى اللي عنده كان عنده حانوت يبيع لنا فيه الغاز، وعنده ولده محمد، عنده علي، عنده احمد، وعنده ابراهيم، وعنده زوج ولا ثلاث شيرات. يحيى مسكين مريض، مريض ما كان هانديكاب، ما هانديكاب كان يحوي زوج. الصباح يدو يحطوه قدام الكونتوار، الحاجة الوحيدة اللي فيه هي اللوحة تاع القرآن. لما يقراش يقرا 20 30 حتى 40 لوحة في النهار، ما بليش حي يختم 60 في الشهر، لأن من صفحة ربي ملي يقعد فوق الـ فوق الـ قدام الكونتوار فوق اللوحة فوق البنك، لأن البنك طويل حسب الكونتوار، وهو يقرا في ديك اللوحة يقرا 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 ويعاود يقرا ويعاود يقرا ويعاود. الله يجعل ربي يجازيه ويا ربي هذي تشهد عليه غدوة يوم القيامة وترجع لمصحاب الجنة. هنا عند الباب الأحمر هذا الصغير قبل ما يديره هو الحانوت تاع الغاز، كان بكري حانوت صغير فيه كوافير. الكوافير هذا كان يسموه رابح. إلى وحي الله يطول عمره، إلى مات الله يرحمه. وكان كوفي واحد اخر يخدم معاه يخدموا مزوج، هو سي محي الدين. محي الدين هذا اللي هو اسمه الحربي سي مقداد، هو الشهيد الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. القبر تبقى في عقله ديما، وانا حمتي راس العين، وانا حمتي راس العين، رحبت وما اليوم وصلنا سكنة سي علي محمد ولد فغول الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة. اليوم بغي نقف وقفة هنا عند هذا الرجل العظيم. هذا اللي هو شيخنا، خونا، بونا، كل الأوصاف الجميلة ترتكب عليه اللي كان وما نقعدوا معه ندوا فايدة. الشيخ سي محمد فغول الله يرحمه ويوسع عليه هو من حفاظ كتاب الله، وقرا حتى الفقه، كان يقرا عند سي عواد
وفي الخمسينات كذلك قرا عند واحد المغربي قدام سيد احمد القبيلي هو وكان واحد اخر كذلك حبيبه اللي مات هو شهيد سي محي الدين سي مقداد وكذلك نطلب ربي يسمح لي سي محمد يعني طلبني لحاجه وما جبتهاش هي الصوره تاع محي الدين ولكن الله غالب حوس عليه هذاك الوقت ما كانتش عندي لان هذا حبيبه بزاف ويحبه بزاف بزاف لان احنا يدرك رانا متعاندين على البني متعاندين على الوطن متعاندين على اللبسه هذوك بكري كانوا متعاندين على حاجه واحده واحد غير من واحد علاش على كتاب الله هو حفظ لنا اللوحه لازم نحفظها الاخرى هو يحفظك لازم نحفظ خير منه هذه كانوا متعاندين على كتاب الله واحد حبيبه هو بقى حي وزاد انفع الشباب بالمعرفه نتاعه والاخر حبيبه الاخر مات وربح الشهاده الله يرحمهم ووسع عليهم ويتلقوا ان شاء الله في الجنه الان نرجع الى سي محمد فغول الله يرحمه ويوسع عليه اللي عنده ولاده الهواري هو كبير الهواري هذا اللي هو مدير في ديكرو كاين عبد القادر اللي هو راه بالخارج كاين واضح كاين نصر الدين اللي هو نظن استاذ نظن وكاين محمد وعندهم ست شيرات عنده اولاد طيبين الله يجعل ربي يطيب بناتهم ويحفظهم ويطول في اعمارهم وحدت ما بقاش هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح نزيدوا احدى فول وكان يسكن مع السكري مع السكري هذاك اللي كان يبيع راس الحانوت يبيع الحرور الخمون ستا فوندر دي زبيس ولاده هما كاين محي الدين كاين محمد نور الدين وكاين ابو دالي هذو هما ولاده الى محي الحيين الله يطول في عمرهم واللي موتا الله يرحمهم لان هادو من 2007 2008 ما شفناهمش زيد حداه ملي كان سي الاخضر سي الاخضر انسان زعيقي اللي عنده نظن ثلاث شيرات عنده شيره اللي هو عبد القادر ونظن ثلاث شيرات او ثلاث شاشره لان صرف لونطو ما شفناهش هادو هما اللي كانوا حتى لهنايا مازال باقي كاين لامباس وكان يسكن محمد ولد الشهيد محمد ولد الشهيد اللي ولده محمد كاين محمد كاين سعيد وكاين طفلة الله يطول في اعمارهم هلا باس كانوا في واحد ثلاثة او ربعة سكان غير معروفين من بعد كاين حداه ناقيطه ناقيطه اللي كان بوه بوشي الله يحمه ويوسع عليه وخدم كذلك بوشي مع عمي عبد القادر بن احمد دار شركه معاه اللي عنده ولده كبير جلول عنده عبد هو اللي كنا نقوله ناقيطه عنده ولده الاخر بوشنافر عنده احمد بيسا وعنده شيره هذو هما الاولاد اللي كانوا عنده الحيين الله يطول في اعمارهم والموتى الله يرحمهم راس العين خلات والصور تهدم والغرسد بان ما بقى في الارض خضار شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع اولاد الجار